في لفتة إنسانية ليست غريبة على سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تعكس الاهتمام الإنساني الكبير من قبل سموه تجاه أبناء البحرين والقاطنين على أرضها المباركة. استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المريضين أحمد حمد عبد الله وفاطمة عابد بمرافقة أسرتيهما، وأثناء اللقاء اطمأن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مراحل العلاج التي مروا بها، متمنيا سموه لهما الشفاء العاجل. وكانت لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الأثر الكبير في المساهمة لإشاعة الأجواء الإيجابية في نفوس المريضين، ومشاركة سموه في الوقوف إلى جانبهم لتجاوز هذه المرحلة العلاجية ودعم ومواصلة علاجهم. ومن جانبها أعرب كل منهما عن شكرهما وتقديرهما لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مبادرته الإنسانية باستقبالهم والسؤال عن صحتهم، الأمر الذي بعث في نفوسهم الإيجابية والقوة من أجل مواصلة العلاج.